سمعت عليك. فينا وفيك، فينا وفيك، السلام فينا. الله أعلم من الجاي، لكن على كل حال، لكن لما هو وقف طال عمرك ما ابتسم ذيك الابتسام قلب نودع بحب. لا نستودع الله بكل حب، لا بكل حب نستودع الله فيك يا نجمنا فلان الفلان. أقوم أقطب قلبي، لا إله إلا الله. والله العظيم شف، صح أني كنت متوقع أن سيف الجنيه بنسبة 98%، لكن عندما يصدر القرار أو يجيك العلم كذا من الشخص نفسه يجيك بطريقة مغايرة 100%. والله العظيم كل هالبرايمات. ناصر الغامدي الله يمسيه بالخير، البرايم حق السبعة ذاك، ايه عرفت؟ ارتاحنا بتاك، خلها قام يا طويل العمر يروح سيف الكلوبي. هذه أكثر لقطة يعني هزت الهاوس ذاك الليل. قام قال يا سيف الكلوبي ودع عبد الله القحطاني اللي هو عبد الله سالم الله يستر. ايه وقفنا كلنا ما ندري، ما نعرف انه عبد الله سالم. اوكي قحطاني دقيقة، اوكي قحطاني ما اختلفنا، بس جلسنا كلنا ناظر في سيف شوي. لا والله العظيم من صدق عبد الله سالم جابها بطريقه بطريقه قتلت الجميع، فاجأ الجميع. والله العظيم زياد وترنا ترى البارح، ايه الاسبوع اللي راح بعد، الاسبوع اللي راح عبد الله العتيبي وينه؟ عبد الله العتيبي الرجال زابن في المسجد صلي الظهر، قابلته وانا خارج من المسجد. الا والله الرجال ذا قال ارحب، الله يعافيك ابغى اصلي ابغى اصلي. قلت تحول الله يقبل. والله العظيم انك تقيم الصلاه، انك اصلا تذن اني احسب ما هو بنت. ها كويسين؟ لا لا خله خله، لا لا خلها دخيل عيونك. نعم تراني طالبك، ما عاد الله بصرك ان الله يجمل حالك ويوفق ذا الوجه. حول ولا قوة. اسمع شفنا الشباب، الله يبيض وجهك. عبد الله العتيبي خليه يجي، يجمل حالك. اسمع انا قد لي 3 أيام وانا ادور الريموت حق المكيف تكون كني بحروبه. هذاك شغال؟ ايوه بس يا اخي لا في 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 حاجه، في حاجه والله انا ظني الاربع شغال. لا اله الا الله، هي ارق جاني ذا اليوم ابغى ارقد، هيا النوم لحياتي. ما انا والله كذا ما قعدت قصيد لي الا وراجعتها وحفظتها مره ذا، ولا قاعد موضوع من يطول العمر والسلامة من يوم تحول من سريلانكا إلين توقع في جبال الهملايا وأنا أفكت. يا أخي يا ولد أنا قلت كيف يدني هذا عدم نوم؟ أنا شفت اللي تبغى ترقد بس ما 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 فيك نوم. هي هي أنا قلت بحضر فقرة النشامة وبصلي وبعود أرقد، تفاجأت عندي فقرة المطبخ شوي للبندق. أنت لحالك في فقرة المطبخ كيف عيني بك، كيف عيني بك، تدري منو اللي بيقيمكم؟ أنا والله العظيم يا بقيمكم تقييم أنت سمعت بس
إذا بيعطوني نقاط واجد قيمت قيمت قيمت، بس إذا ما بيعطوني نقاط واجد بروح أركض. وبنا مثل ما قال عبد الله العتيبي يقول أول أمس الحجازين عند الشاي أنا وياه وفيصل حازب وسيف السالم قلت والله فاضي إيش رأيكم نرقد؟ بعدين يا أخي جيبها بطريقته يا أخي والله لو سمعتوها منا تضحكون. الفريق الثاني من هو؟ نايف اليامي وابراهيم عواد. وابراهيم عواد اجتمع الاثنين اللي ما يجتمع لا في حرب ولا في سلم، لكن عسى الله يعين. تدري تدري متى تدري متى متى الفله صدق؟ يوم الخميس انا وسيف الزالم ومطوع هذا فلح والله ما علم من ضدنا. ضدنا نايف ثامر والله ما علم. طبخت يوم انا وسالم الغامدي وفيصل الحاج والله العظيم اني ضحكت اكثر ما طبخت. مثل يوم دخل معنا عبد الله العتيبي ضدنا الظاهر انه نايف اليامي لا ذي كان وسالم جديد والله ما علم اللي ضدنا والظاهر ان فقرة السجن بتبدا من اليوم. لا لا وانا الذي ساذهب بك الى السجن شخصيا بحقق معك فوقها ويمكن اجلدك شوية يا اخوي الله بلاني بذا طاقيه ربع. كم الساعة تبدا الفقرة؟ كني في ثاني ثانوي. واحدة تبدا تقريبا باقي 14 دقيقة جملة وتفصيلا. اللهم ثبتها يا ربي. كيف؟ داخل اختبار نهائي صح؟ لا راح تحفظ قرآن. لا ابى اقول لك شوف انا الشخصية دي هذه تنطبق على شخص واحد تنطبق على شخص واحد. شفت اللي اذا جاء في الفصل رقد في الزاوية عرفته ياخذ كتبه في سجادة عرفت سبته خضراء ما حل الواجب ولا هي الواجب وينجح ينجح الله موفقه عرفت دعاء الوالد وكل ما اتكلم قاعد ارجع مرده عسكريه عرفت ما يطمح لاي شيء. الله يسكي ايام الثانوي والله يا والله يا كان فينا تفاهه ايام الثانوي يا كنا تافهين ومن يا ولد ولكن الحمد لله اتقنا وصرنا وخلاص انتهى الموضوع. يقول ابشر بفنجان قهوه يا ابو فلاح لو هي الثمن قيمته ما لها ثمن. البيت الثاني ما اقدر اقوله. نعم يا والله انا على الطاري يعني هذا واحد من جداني اسمه علي الله يجعله في الجنه. جاء يوم من الايام وانا في ثانيه ثانوي او في ثالث ثانوي رايح مسوقين في الوادي عندنا في الوادي المهم ولا مجاني تروحني على وجهي اركب اركب اروح به قال مر بير الدكان تعال خشم المهم قال ميدي قال ميدي ايه ارحب قال ميدي وقال لي سمن سلام 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 يا ولد سمن يمكن انه يبغى له سفن. اروح اجيب سفن اجيب هذا هو يا جد. قال يا حبيبي لا ما قال يا حبيبي طبعا رجع العصا الى وراء. طيب بغى يسوي لي من هنا الى هنا كسر. قال انت ما تفهم
قعدت الناس في البقالة طالعون في وقفوا مع قال لا ما تفهم أنت ما تفهم جيب لي ذا لا ما هو بلي ولا أن يشربه ولا أن يأخذ أبغى لي سمن اللي يطبخون به آه سمن سمن طابخ حبيبي عاود أروح وأشتري تنكة سمن أعطيك بعدي ولدي الله يرحم والديك جمل حالك الله يجعله في الجنة هذا ما ذكر هذا جدي علي هذا هيا الله المختلف هيا الله المختلف الله يحييكم ويبقيكم ايش ذا النوم يا ايش النوم ايش ذا النوم ما نمت انت الله ما طبعيني اعوذ بالله اقسم بالله لكن ان شاء الله نخلص فقرة المطبخ صلي العصر اروح للمغرب فيها بشربي ذلة؟ إيه والله جميل جدا والله في واحد عندهم اليوم شاعر مو بسيط شان اسمه؟ أنا جيت يوم جيت مع أعرف عليه رجل دحية مطوع سعودان مطوع البس عقال ما أدري شو اسمه اللي نسمع صوته احنا داخل اي يغني واسالك سؤال في محاورات لك مساجلات شعريه مضاربات شعريه اي في ايوه مين محاورات مساجلات يعني مزح مزح هي مزح اول مساجله لي في البدايات احسنت بيني وبين الشاعر الكبير علي بن جابر بن ريحان نعم عليك سؤال هنا الشعراء القبيلة اللي افتخر فيهم وحكم قربه مني أنا وياه على تواصل أحسنت نعادني صغير وانقطعت منه فترة خلت منها 6 شهور أو قريب السنة يا سلام وعلى بداية النشر القصايد ايه قلت برسل لها أبيات وهي هو يسمع اني انشر لكني ما جيته بطريقه وقلت لها ازف لك السلام بدهن عود وباقه الازهار من العارض العليم في الكويت وحيذ الطاري سلام الله على استاذي الاديب وخيره الشعار سلام من محب لك وباسمك دايمي ماري يا بن ريحان انا طالبك والتقصير مني صار على قله التواصل بخبرك لين تغدي داري الله قال هو هلا يا مرحبا يا شاعر في مبتدا المشوار لكن نضعف بيوته دايما كنه طلق ناري قصيده قد راس يطبخ شر وشرار ونار وذلوله ما درهم بالرديف ولا لهم باري صلح. مثل مسمه فريد مفرداته ندر وبكار يجيب الفكره اللي تتعب البياع والشاري الى عد القصيده تدري ان الشخص دم حار من العد الجهوري تحسب انه دايما زاري ترى عبد الاله بن فهيد خن صغير وبار ولا من اهتداء بيدرني باسمها ماري ماري السلام الله هو نعم من بكوبة عليك زود هذه من نحب القصائد عندي لأنها جاتني في وقت كنت أحتاج الدعم فيه ايه دعم البدايات هذا عظيم ودعم من شاعر كبير يعني لك الشيء الكثير هذا دعم البدايات هذا عظيم في كل حاجة حتى في المشاريع الصغيرة يجيك دعم تحسك مرتاح ايه تحس انك في الطريق الصحيح والله العظيم شوف ابى اقول لك حاجه انا عندما دخلت البرنامج كبدايه الدخول والله العظيم على اني دعمت معنويا بغض النظر عن الماديه انا دعمت ماديا ما اختلف لكن دعمت معنويا بشكل ما تصور جيت للبرنامج من دفع مرة أقرب جدار مسلمي من ما أشوف والله العظيم أولا كل ما واجهت لي شخص أو واجهت لي إعلامي أو مذيع سابق في أو مقدم سابق في برامج الواقع قال لا تفوت البرنامج برنامج تراه قوي تراه
كفو ترى قبل التصفيات. قبل التصفيات اول ما ظهر اول ما ظهر لي اسمه في التصفيات. طيب من اللي شايرن عليك من البدايه؟ كيف جاك الخبر بالبرنامج؟ والله يا اخوي انا سجلت صليت على رسول الله واللي دعمني. لا قبل اللي التسجيل اللي 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 انت شفت اعلان للبرنامج ولا حد جاك وقال سجل؟ لا جاني يا طويل العمر والسلامة ولد عمي واخوي الكبير عامر ابن مانع ابن عرج وعبد العزيز ابن مانع ابن عرج. نعم ما عليكم زود يستاهلوا وهم اللي سجلون. والله يبيض وجيههم يجمل حالهم. سجلوني وانا في بعيد عن كل شيء. كانت الفكره بعيد مره يعني والله العظيم كانت الفكره بعيد مره. دق علي قال اقول لك اثنين قلت تراني سجلتك في برنامج كاريزما. كيف؟ وش برنامج كاريزما ذا؟ والله اني صادق. البرنامج بيبتدي من الشهر الجاي ولكن تجهز تحرص ويلا حول على نجد. ومن يوم على طول جاءت وزانت الأمور وتيسرت وتوفيق الله قبل كل شيء. انت سمعت حتى في البدايات الشعرية طبعا كل واحد في أي بداية له لازم يحارب جدا. وترى اللي ما يحارب شوف المحارب المحارب إذا استمع للي يحاربونه أو 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 أنهزم لهم أو أنكسر لهم هبوه درب ادعسوه لين قال بس. لكن اندحمهم بجنب متين وعزم ما يلين وراس النص وك سمعت عودوا كلهم من جماهير. والله العظيم أقسم بالله صدقت إن فيه ناس إن فيه ناس إنهم كانوا أكبر أعداء لي شعريا بعيدا عن العداوة الشخصية وإنهم الآن من جماهير. أنا يا عبد الواحد بن عرج وهذا فضلا من الله استمريت ما نظرت لكلامهم توجهت للشيء اللي أنا أبغاه. والله كذلك ما أبغى أقول لك يعني دعي مثالية ولا لكن حصل علينا شيء. بس أنت شاعر من عادك صغير؟ أنا من 8 سنوات تقريبا يعني من يوم نيوي 17 سنة أنا أكتب داقن سلف. والإنشاد؟ والإنشاد ترى ماني أغني على فكرة يعني ولا ننشد ترى ماني أغني إلا في السنة ولا ترى قبل البرنامج ترى ماني أغني إلا قصيدي ولا أغني في استديوهات. أشل شلات خاص يمكن الشلة العامة شليتها أنا والمنشد عبد العزيز العبيدي كلمات وليد ابن محمد ابن عرج وهذا من أقرب الناس لي فشليتها له وكانت من الحاني وكانت نحمد الله ونشكره ناجح والكلمات كانت توب. هو شاعر هو يقول يا هشاشة قلبي اللي من سجاني هشاشة قلبي اللي من سجاني لوعة في الكبد ما هي مستبينة كم حدرتي كم سندتي في المحاني وكم كويتي ضلعي اللي تعرفينه وكم بنيت وكم هدمتي في لماني وكم سهرت الليل وانتي ترقدين من سبايب غايب قدم العياني غايب ما غاب عن عيني قرينة. عليكم السلام مرحبا. غايب ما غاب عن عيني قرينة هيه يا طول الدقائق والثواني من يشوف الحال ما تستر عينه علمه من غاب شفني مثل ماني ما تغير عنه لو تبطي سنينه لو سجنت الدافع اللي ما يباني والله اني ما دريت اني سجينه. سلام ارحب ورحمه الله. تعال ما اجد لا انا حلفت 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 اجلس حلفت يا ولد قلت له الله ترى تحسسني اني ترى بيجي عندك هول قريب عندك لجوء تاجس القرب البيت الاخير ما اقدر اقوله. طيب اي على خصم اجازه اي والله ها اي وانت يا عبد الله
شلون سجلت في البرنامج؟ شلون جاتك الفكرة؟ من وين جاك؟ أنا يا طول عمر والسلامة عشت أيام كنت أعبي بنزين بمحطة. والله دخل علي واحد بالإنستغرام قال لي عبد الله، قلت نعم. قال لي أنت جو قدامك راعي بثول راعي سواليف، ليش ما تقدم على البرنامج؟ برنامج إيش؟ قال كاريزما. قلت أي قناة؟ قال قناة الواقع. قلت ما أعرف. قال لا تعرفه. قلت اشرح لي بالضبط. قال تعرف البرنامج الفلاني؟ قلت ايه. قال لي فيه صار هناك، ارسل لي تغريدة ترك الدوسري. ترك الدوسري مبرد وحاط الرقم. قلت انا مستحيل اقدم على شيء من دون ما ادرسه، عطني يوم بس. والله طال السلام اشوف فصفصة البرنامج فصفصة من الى، شوف من المقدمين الا المقدمين يا رجل، اعمدة من اعمدة الاعلام. علي الغامدي، فهد نهيان، الشلة كلهم ناصر غامدي. واخذ الرقم الا سبحان الله اني انا عند المحطه مره ثانيه اعبي بنزين واسجل مقطع صوت، مقطع فيديو، هذه طالبين مقاطع الفيديو، وارسل لهم الساعه تقريبا 5 العصر. 7:30 لدقين علي، تم قبولك مبدئ تجي في الرياض من بكره، جاهز الشنطه على القناه. وما كان لك طاري قبل؟ ما كان لي نيه ولا تفكير ولا اي شيء، والله حتى ما علمت احد. يوم رحت الرياض دق على ابوي، ايش عندك؟ ما انت في البيت؟ قلت انا بالرياض. ايش عندك في الرياض؟ قلت السالفه كيت ما هي كل غريبه. بس الله يوفقك. ليش غريبه؟ قلت انت مسجل برنامج وبالتلفزيون، شرحت الفكره كامله. اول ما جيت للمقابله مع اللجنه قلت بيدرون الجماعه وربع اللي حولي هالديرة، آخر ما كنت أشك بيدرون جماعة المسجد الحرام. أصلي عقبها كم يوم، يوم طلعنا إلا في جارنا أكرمي الله يذكره بالخير الله يمسك بيدي، قال من اللي منكم مسجل في القناة؟ بيفتح الموضوع. إيه قلت أبدأ. وصلت مسكن مشبه بينك وبين أخوك فيها. يقول جاني الخبر من العيال. إيه. عياله يقول اسمعهم واحد من عارف هيد. إيه. واحد من جيراننا مسجل ومقبول في البرنامج. قلت له بس وصلت يا ابو فهد. اللي كلم. محاكي. وانت كيف عرفت بالبرنامج؟ كيف؟ انا شفت سناب محمد بن مناحي بنشوفه. كان في القناة في البرنامج اللي قبل. حلو. منزله في سناب ومنزل سلطان بن دويحس بعد من نسخة أنس. إيه شفته وأنا والله الحالي لا مالي أحد ولا استشرت أحد، سجلت مقطع وأرسلت. من جت جت والله ما علمت أحد، إنهم ردوا علي وجيت للمقابلة ما قلت لأحد كلمة، لا قريب ولا بعيد. إلا يوم المقابلة طلعت من البيت قلت أنا برايح للقناة. سبحان الله، شوف المكتوب انا مهروب. ايه تخطط لشيء ولا يجي، وشيء ما تخطط له. طيب علمنا انت كيف دخلت من يوم البناء. جيت اللجنه الين دخلنا عقب التصفيات دخلنا الغرفه بشناطنا الفتره ذي، وجاء فيها العيد وجاء فيها صح صادق مرت كذا، ما ادري شلون مرت الدنيا تركب، خص انه يا اخي دا كان فيه انسجام النسخه كلها. تدري انت لو تحسب الايام ترى راح منها 35 يوم. 35 يوم ترى احنا هنا، شوف الدنيا تركض ركض. والله العظيم كانها 3 ايام. والله كانها امس. والله اقول لك اسلام، علمنا كيف سجلت البرنامج. انت بالذات كيف علمنا؟ انا قصتها معروفه، انا قصتي معروفه صدق، بس انا والله نبي ادق التفاصيل. بس سبحان الله ان كنت اشوف البرامج هذه واشوفهم واللي يقول ما ابي اطلع فهم، اقول يا اخي كيف يبي ينحبس ذا هنا؟ والله العظيم اقول يا اخي سبحان الله كيف ترى بطلعكم ولا يبي يطلع؟ اقول يا ولد يا اخي اول مره اشوف واحد وده ينحبس. يا ولد ما يبطني ما يبطني ويتاثرون اذا طلع خويهم ابراهيم وكذا. قلت
هذه تمثيليه ما هذول يمثلون يلا اللي شاقك لهم والله العظيم اني احيانا اجلس على نفسي اقول كل الاسئله اللي في بالي يمثلون شفتها شفت انها مو بصحيح اقسم بالله اني كنت مثلا انت تبدا فقره مطبخ واحدة ونص كم باقي؟ واحده انت امس فقره مطبخ اي اقول لك أنا اسلم انا امس يا رجال قالوا قم قم سو غدا وش اللي قم سو غدا ما في جدول والله العظيم من طريق انا متسابق ولا جاي اكد ايش اللي قم سو غدا قم 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 تراك حبيبي شوي لا اكتب رساله لهذه بظرف ايش الكلام ذا من طريق اي من طريق اي والله لا انا من ناحيه كيف جيت هنا يمكن قلت السالفة أكثر من مرة بس باختصار من زمان يعني كان يسولفون ليش ما تروح هذا البرامج ولا عندي طاري ولا لي فيها ولا لك نفس مرة أيوة عزنا كده وسبحان الله ويقدم خالد على قناة واقعية قبل قال لي قدم معي في القناة الثانية قلت لا أنا مالي فعلا مالي فيها مرة مالي عنها مالي فيها بد ولا أبيها المهم بعدين قدم هناك ولله كتب له راح سوى مقابلة وذا وثم جاء وقدم في القناة هذه أحسنت بعد سنة فجاء قال لي وش رأيك قلت والله روح أنت عندك وأنا فعلا أشوف أنه عنده شيء قد ما قلت رح قال طيب قلت لا أنا منتهي انت من الموضوع ذا نهائيا قال لي طيب خاوني اخوك شاعر خالد لا 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 ما قبلت انت الا قبلته انا ما قبلت بالتصفيات لانه كان معكم بالتصفيات المجموعه الاولى المهم قال لي تخاويني قلت يلا اخاويك واخاويه ويوم خاويته الا طبعا وش اقول له اقول له كذا وترى كذا فهمت متحمس له ولا حلقت ولا المهم يوم جينا وصلنا قال يا اخي مره ما تنزل معي لا ليه ما تنزل معي قلت يا قال لا ترى بنطول انزل معي قلت انا ما معي لا شماغ ولا قال والله اني ما اخذ الشماغ من عند استبنا قال يلا يلا بس هذه البسها وندخل ويوم دخلنا بواجه فهد بن معيان وسلم عليه سلمت عليه كيف الحال طيب لاني انا تابع فهد من زمان وسبحان الله يعني طرحه يعني يعجبني صراحه وفي فيه نفس التوجه التاريخي وكذا المهم قال لي بتقدم قلت لا والله ما انا بس جاي مع اخوي قال والله انت تقدم وجيك انت ادخل مالي فيها الين عاد قابلت من ايش اسمه قابلت ابو عبد الاله ما انا ابو عبد الله اعرفه لكن كان شكله غير المهم واكلم ابو عبد الله وسولف انا وياه انا ما كنت ادري انه يعني في القناه الا يوم جاء قال لي ليش ما تقدم قلت مالي فيها وانا وياه الين قال لي لا تقدم وتروح قلت ابشر ما قدم وانقبل وادخل فجاه انا كارثه ذهبيه لا الحين قهوة معه وانا والله ما وما اخذ لك 33 ليل وما اخذ لي 33 ليل ولا بيطلع برايي سبحان الله اشياء سبحان الله احيانا انت تبي شيء ولا يجيك واحيانا الشيء ما لك فيه شف ولا لك فيه رغبة لكن سبحان الله تساق له سوق يعني الله سبحانه طيب عندي سؤال لعبد الإله يعني بما انك جالسين اسلم قصيدة تسببت في شهرتك شهرتي؟ اي نعم حسيت انها خذت لها طاقة واسعة والله فيه كذا قصيدة يمكنها انها انتشرت في القصيدة اللي انتشرت وكانت قريبة من قلبك ايه اعرف لك انا في قصيدة ايه حطوها في السناب صوتية ايوه قصيدة في يبريل إلى بعدتنا المصالح شهر ولا سنين لابد لديارنا يوم لها لنثني مغلى من ديارنا لا قبلة المسلمين يبرين في عيوننا ما مثلها قد بني صرح لكل القبيلة شامخ كل حين
ملجل من يشكي الطرقه وشيره وني راح فيها سكانها اللي دارم بها السيف والمنشف وسمن وسمين سكانها اللي على الفطرة بها لها تنتمي. يا سلام راح فيها لين قال منها اتجه بمعزي عقب طال الحنين ثم اتجه للرياض ورد حكمه غني أسس إن الدار بالإسلام منهج دين ورفرف علمنا بكلمة حق في موطن. يا سلام سجل من أبيات منه. هذه يمكنها من القصائد اللي لامست الناس ومن غيرها والله كذا قصيدة. أحسنت أحسنت. ومتى بدت القريحة الشعرية تهيض عندك؟ يعني من الصغر.